بشكر الله اللي جمعني فيكم رغم كل الظروف. ما في شيء يوقف لما المحبة بتطخ نورها تقتل كل شيء مش منيح. مثل العادة لما بينتهي الحفل ببقى طاير من الفرح، وأكيد عم بنقول لكم كل التفاصيل لتشوفوها، لأنه أنتم محل ما بتكون بأي مدينة أو بأي بلد، أنتم بأي بلد آخر عم بتتابعوا وتشاركوها فرحتها وتكونوا سعدة، لأنه مثل ما قلت دايما أنه هي أرزة لبنان، انزرعت بكل بيت عربي، وكل بيت عربي حتى موجود ببلاد أوروبية أو أمريكية أو كندية أو وين ما كان، هي شمس لبنان، هي شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم. بدي أقول لها ألف مبروك، ألف مبروك اللي شفناه اليوم بمدينة كولن، هالمدينة الرائعة، لحفل رائع من تنظيم كمان رائع لألكسس إيفنت. شمس الغنية أهلا وسهلا فيك وألف مبروك اللي شفناه، وشو هالأخضر يا أرزة لبنان. الله يخليك، أنا فرحانة كتير لأنه رغم كل الظروف تحقق هيدا النجاح. هيدا حلم، لما بنقول حلم بيكون الحلم مش متوقعينه أنه يصير، منا متوقعين ضمن هيدا الظروف انه يتم حفل بهيدا النجاح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله عليك. انا تبعتك سنوات طويلة وبعرف تتحدي كل الظروف، كانت امنية او امور كتيرة، حتى الامور الوبائية تحديناها وكنا موجودين وتحدوها محبينك، وتجمعوا نحن اليوم عندنا بصالة ما يفوق الالف مشاهد. صراحة بيقولوا المسلم الله، وطالما كان الارتباط بهيدي الحفلة من قبل أحداث لبنان، المظاهرات، ومن قبل كتير قصص ونحن التزمنا، أنا دايما بحقق التزامي وبالتزم بكل خطوة بمضي فيها على ورقة أو بعطي فيها كلمة مهما كانت الظروف. تقريبا بكل العالم تقريبا هيدي الحفلة الوحيدة اللي ماشي وكلنا سوا مسلمين أمرنا كرمال الست كورونا اللي اجت عنا. مشان هيك طالما تحدينا كلنا الظروف، وأنا جد مرقت بين الكل لحتى فرجي الكل إني أنا مني خايفة من شيء، وأنا جاي عن كيس بتحبوني. شو تركيب بذكرتك الليلة؟ خبرينا، بس شفتي هالمسرح الحلو وهالجمهور اللي دايما كورال بيكون عندك؟ عن جد الجمهور كان كورال، عطيني قوة، خلاني ما أشعر أني أنا أطلع أمشي بيناتهم على البالكون لحتى أكون قريبة من الكل، لأنه البالكون بعيد بكون عنهم، وحبيت يكون في هالتواصل بيني وبينهم بهالطريقة. نعم. يعني الله يحميك، وأنا مثلك دايما بقول نحن متكلين على الله بكل شيء والله الحمينا، بس عن جد ببقى اللي غيرك عم بيتخبى ويهرب. ذكرت البالكون، فعلا مررتي على الجميع وبوسوكي وتصورتي معهم ولا كأنه في شيء؟ يعني عادي، أنا بشوف أنه المحبة نور والنور بيقتل كل شيء. نعم. لو بتسلط النور على أي بكتيريا بالعالم أو على أي شيء عاطل بيطهروا بالأشعة اللي بتبقى. فمين اللي قال أنه الحب ما بيعطي هذه الأشعة وهيدا النور لحتى تحمي الآخر؟ نعم. بأنه عم نحكي على هذا الوباء اللي هو ترند بين الناس كلها، تصريح دايما تصريحاتك بتعمل ضجة وبتصير ترند كمان، لما سألتي عن الكورونا جاوبتي جواب الكل حكي عنه وانقسمت الآراء عليه، فشو؟ طيب أنا بدي رد عليك، بدي أقولك أنه عطلوا المدارس وبتلاقي لبنان كله بفريا والأرز عم يعملوا سكي، مثل كأنه أخدوا عطلة صيف أو عطلة شتي أو هيك فرصة ليترفهوا. اللبناني ما عنده مشكلة بشي، الشغلة بتقع على روسهم لفترة دقايق ساعات كم يوم بس ما بتدوم. هيدا البلد فيه شيء لأنه مجبول بالقداسة، بيمتص كل شيء نيجاتيف وبيحوله لكل شيء بيكون طي النسيان وطي طي تحت التراب، بنحطه تحت التراب لحتى نتطلع بالسما والسما تكون صلتها بالأرض قوية لحتى نرجع نكون شعب بيتصدى وصامد. Yeah.
بعيدا عن الوباء اللي شفناك ما سائلي عنه لانه نحن متكلين دائما على الله، لنروح للامور الاقتصاديه عم نعيشها، كيف تعاني كمان ماليا واقتصاديا مع اللي عم نعيشه بلبنان؟ هلا طبعا الكل تفاجأ باللي صار هيك فجأة، نتمنى انه ربنا يخلق حل لهذه الأزمة، لانه الشعب اللبناني تعبان بهيدا تعبه بالبنوك، ما حدا له حق يتصرف معه بهذه الطريقة. انما برجع بقول لك بحس انه ناطرنا مفاجأة تكون غير متوقعة تنشلنا من هالمأزق يلي حطونا فيه، يلي سرقونا ويلي وصلوا البلد لهون. شو حلوة أرزة لبنان هيك دائما متفائلة، وما كنا وما فينا ننسى أبدا المبادرة الحلوة اللي امتي فيها، وزينتي لبنان كله بفكرة مميزة، لبنان بالقلب. هي يوم 14 يوم عيد الحب، يوم كمان كان في ذكرى مهمة على لبنان للشهيد رفيق الحريري. كيف اجت فكرتك لتعمليها وتنشري لبنان يكون بقلب الكل؟ لأنه لما بيطير من السماء الوراق اسم لبنان، ميات الألوف أو ملايين الوراق يلي بتقول أنه لبنان بقلبنا، وبتبقى عم تحكي كلمة لبنان هي بالسماء، بتصور هذه الإنرجي طاقة جميلة بيلتف فيها بياخد روح فيها اسم البلد. وشوف اليوم شو صار، الساعة 12 الظهر بلبنان كان في طوافة هليكوبتر يعني عم تبرم بكل لبنان وتصلي بكل لبنان لحتى تحط اسم لبنان بالسماء، لأنه لازم يكون اسمه بالسماء. هاللبنان الحلو، هالشعب الأنيق، هالشعب الرائع يلي ما بيستاهل إلا كل شيء حلو. نعم. هل قد في تفاؤل بقلبك؟ شوف عندي أبطة ما بكذب عليك، بس هيدي الأبطة بتشعرها أوقات إحساس الأم على ولدها من تخوفه عليه، من تخوف عليه. مش بالضرورة يكون ابنه بشي لحتى تخاف عليه، ممكن إلا أنا رايح مشوار، ممكن يكون عامل قريب بتخاف عليه. أنا بخاف إنه بلدنا عامل قريب، بس هلأ صارت بكل العالم كمان هيدي الأزمة، مش بس أزمة الاقتصادية اللي عم بيمر فيها لبنان، ويا مهون الأزمة الاقتصادية عند الوباء يلي مزرب العالم ببيوتها. كانوا يقولوا لنا بدهم يسكروا بعد علينا الهوى، وهيك كانوا عم بفكروا عن جد يسكروا الهوى، توقف الناس المدارس والقطاعات العامة والخاصة تقعد ببيوتها. بس بدي أقول لهم شغلة، تصور رحنا لو ما منتنفس كيف كنا منعيش؟ فالهوى ما بيقدروا لالله فيه. من المعروف انه اثنين بحبوا بعضهم بعيدوا بعضهم بفالنتاين، على طريقتي انا رح عايد لبنان، لانه لبنان بقلبنا. هابي فالنتاين لكل اللي بحبوا لبنان ولكل اللبنانيين. انت كتير حلو كتير هالقد اللي شو بعمل فيك، انا خايف عن جد كتر الحلا يأذيك. انت كتير حلو كتير هالقد اللي شو بعمل فيك، انا خايف عن جد كتر الحلا يأذيك. بعيد الحب نهدي لبنان حبنا، لأنه لبنان بقلبنا. ما بدنا كره، ما بدنا فساد، ما بدنا تمييز، ما بدنا طائفية ولا جهل ولا غيري ولا ظلم ولا حرب ولا كبرياء. بدنا بس نحب لبنان بقلبنا، ومنحبك لبنان. انت كتير حلو كتير هالقلب اللي شو بعمل فيه، أنا خايف عن كتر الحلا يأذيك. ما شاء الله عليك، شهر شباط فبراير كان ترند لنجمة كرم مع حفظ الألقاب، مثل ما حكينا كيف زرعتي لبنان بالقلب، عيد ميلادك اللي احتفلوا فيه الفانز احتفال كبير ببيروت هالمرة، وكانوا الكل الفانز مشاركينه بكل البلاد. اليوم على المسرح احتفلنا بعيدك، اسم الله عليك، يعني شو هالفرحة الحلوة وهالحب اللي يتدفق
وأنا بقول قد ما فيكي حب بينعكس دايما عليك. الحمد لله، شو بتزرع بتلاقي. بس بدي لك الله يخرب بيتها، العيد كانوا كان رح يخلص. بلشنا فيه من نص شباط شهر 2 ورح نصير بنص شهر 3 وبعدنا كل يوم جاتو. بس يعني هو بدعة، ولكن إذا كانت أهل الشموع بتفرح بتغلي كل واحد يزقف ويغني هابي بيرثدي، قال يمكن للحظات وأنا بعيش لحظتها بتفرح قلوب. أنا بشكرهم من كل قلبي وبقدر هيدا الشيء. مساء الخير، قديش فرحاني إنه على لقاء المنظم الحلو بلبنان. بوقت بلبنان ما في شيء منظم تنظمنا نحن. أنا مبسوطة بحضوركم ومبسوطة بهاللقاء الحلو. أنا بشكركم من كل قلبي، من كل قلبي. شو بيعمل قلبي بحياته كلها، الماضي والحاضرة والمستقبلية، بشكركم فيه. الورد الحلو، وانت كتير حلوة. قولي له شو اسمك انت؟ لورا. شو؟ لورا. ايه؟ شو جيتي تعملي؟ غني بتغني. بدي اقول انا وانتو دقوا على الخشب، اسم الله عليكي اسم الله عليكي اسم الله عليكي. بس بدي اسالك شو السر؟ يعني اخر فتره عم نراقب ومنتابع، انا كاعلامي عم بقول الكل زميلاتك وزملائك عم بيشتغلوا بلا حسيد اسم الله، ولكن اذا في حفله عند حدا عند نجوى كرم ضارب 4 عم تكون. الحمد لله، انا بشكر الله. ما بعرف ربنا بده مني شيء، بيساعدني بهيدي الطريقة، بيعطيني بهيدي الطريقة، بده مني شيء وأنا بقول له أنت عطيتني صوتي وموهبتي وهني إلك. ولكن نجوى كرم غير. لا مش غير، بس بلكي الفرص اللي عم بتصير لي حلوة، عم تبرز أعمالي، بلكي لأني أنا بحب الاجتهاد بتفكيري، ما بحب يوقف الحلم، لأنه إذا بوقف وحيتخيل ويحلم توقف حياته وقلبه ببطل يدق. يعني هاي المسابرة؟ أكيد المسابرة والاستمرارية لأنها كتير صعبة. نعم. طب والطلب شو بنعمل فيه؟ لا بالعكس، يعني الحمد لله وبشتغل على أنه يكون عندي جديد، لأنه الفنان ما بيقدر يعيش على أمجاد الماضي. وأنا بهذه الفترة بلشت تصير مزعوجة لأنه عبالي نزل شيء جديد. بس الظروف شوي تهدى، لأنه بدنا كمان الظروف الأمنية والاقتصادية والشفائية كم تساعدنا. يعني حتى السوشيال ميديا قديش بيبقى واحد ناطق لتقولي كلمتك، حكيتي عن البلد، بتوقفي بتعطي معنويات للجميع، قديش كمان تواجدك على السوشيال ميديا كتير مهم ومنه هيك بلا طعمة. بغيب عن السوشيال ميديا كتير أوقات لحتى إذا كان في شيء بهزني أو بيلمس لي أحاسيسي أني أعبر عنه. ما بحب تكون شغلي كتير لفتتني ما أذكرها. بدي أذكرها لأنه لفتي مثل اللي بتشغل لي راسي بشكل إيجابي أو عقلي أو شعوري، لازم ألفت فيها نظر كتار من الفانز يلي هني مش قليل أبدا وحقيقيين كتير، فبياخدوا بعين الاعتبار يلي بينقال. ولازم نكون في عنا منبر ثقافي، منبر فيه اطلاع